فيش تخوف معين، بس بصراحة لسه في خلط الناس بشكل كبير بين البرلماني الخدمات قوي، خاصة إن الخدمات الشخصية الخاصة. يعني أنا فاكرة إن في حد مثلاً جاي لي علشان أصالحه على مراته، يعني بلاش الخدمات الشخصية قوي كده، خلينا في الخدمات العامة اللي تنفع أكبر قدر ممكن من الناس والمهمة. وعلى فكرة أنا مش هقدر أقدم أي حاجة لوحدي، أنا بدعو كل الناس زي ما كانوا إيد في إيد عشان يوصلوني على كرسي، يفضلوا هم كلهم معايا علشان نقدر نبني البلد دي. إمبابة تستحق، ودوت كان تستحق الأفضل، وده كان الشعار بتاعي، أنا مصر عليه، إمبابة تستحق الأفضل، الإمبابيين يستحقوا الأفضل، شعب مصر كله يستحق الأفضل. وعشان نوصل للاستحقاق ده ونحقق أملنا لازم إيد في إيد. اوعوا وحذر، وقلتها مليون مرة، اوعوا تسيبوا البرلماني يفسد، انتوا اللي هتفسدوه وانتوا اللي هتخلوه ماشي على الصراط المستقيم. راقبوه وحاسبوه وافضلوا جنبه، هيبقى برلماني سليم. راقبوه مرة تانية وحاسبوه مرة تانية، بقولها هيبقى برلماني سليم.